شو نلبس بالعيد؟ كيف الأجواء خلال فترة العيد؟ وهل متوقع يكون في أمطار؟ والأجوبة والتفاصيل بالمختصر. رح نبدأ من يوم الثلاثاء وهو 29 رمضان إن شاء الله، متوقع تكون الأجواء غير مستقرة وباردة نسبياً، يعني الأجواء رح تكون باردة، وأيضاً متوقع يكون في زخات من الأمطار الرعدية اللي رح تكون موجودة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة. لهيك بدنا ننبه الناس اللي بتطلع باليوم اللي قبل العيد تكون عم تشتري أغراض، لازم تنتبه إنه الأجواء باردة، وأيضاً متوقع يكون في فرص الأمطار. ومع أول يوم العيد اللي هو فلكياً متوقع يكون الأربعاء إن شاء الله، رح يكون أيضا في أحوال جوية غير مستقرة وفي فرص للأمطار والأجواء باردة. فالناس اللي عم تسألنا على لبس العيد لازم تنتبه إنه بنحتاج دائما يكون معانا جاكيتات خفيفة لأنه الأجواء باردة وممكن يكون في أمطار. وأيضا بدنا نحكي على يوم الجمعة ويوم الخميس اللي هم ثاني وثالث يوم العيد إن شاء الله، لازم ننتبه إنه الأجواء رح تظل باردة ولكن ممكن يكون في تراجع لفرص الأمطار، ولكن الأجواء باردة خلال فترة العيد. للناس اللي اشترت أواعي صيفي لازم يكون معاكم جاكيتات خفيفة، واللي ما اشترت أواعي لازم تكون عم تشتري أواعي دافئة نوعا ما وأيضا مناسبة لبعض الأمطار اللي راح تكون موجودة يوم الأربعاء إن شاء الله. نتمنى لكم عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، وإذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.